مهما كبر الواحد بضل شاب بروحه بأعماله بنشاطه. تاني سنة اتزوجت، كان شرطي الأساسي إنه أنا بدي كفي دراستي، شاءت الظروف إنه ما قدرت كفي دراستي. حلم مستحيل كان إنه أحلم فيه. سجلت أول نهار فتت، مش معقول ملا شعور كان عندي، حسيت خلايا جسمي كلها تفتحت، روح الشباب فاتت فيي، وقفت هيك اطلع اتمتع إنه أنا صرت تلميذي بالجامعة الأمريكية. وشاب ماشيين، بتقول له البنت للشاب هيدي هالختيارة زميلتنا بالجامعة. قال لا مش معقول، مين وين هالختيارة اللي عم يحكوا عنها؟ تبرمت يمين الشمال ما لقيت ختيارة عم يحكوا عني. كتبت لها انه انا سمعت حديثكم عم تحكوا وفاجأتوني، لأنه كنت عم فتش إنه مين هي الختيارة وأنا ختيارة. أنا ما حاسة إنه أنا ختيارة، أنا سنين ما بتعني لي. أنا كنت أحلم، كان حلمي يكون عندي لوحة قبل ما أموت. هلأ عندي شي 250-300 لوحة. ما تخلوا العمر يمرق بلا طعمه، لأنه العمر بيمرق مثل الرمل بين الأصابع. لا، استفيدوا من كل لحظة تاخدوها.